عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، اشتركوا في قناتي وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد من محتويات الفيديوهات، وعمل اسكراب للفيديو. اليوم سوف نتحدث عن موقع يتم استخدامه لزيادة عدد متابعين فيسبوك، وهذا الموقع آمن يضمن لك زيادة متابعين ناجح، إنه أفضل تطبيق يتم تجربته. وهذا اسم هذا التطبيق، سوف أترك لكم رابط التطبيق في الوصف، سوف أترك لكم رابط الموقع على الوصف. اسم التطبيق لايك فور لاكي، اسم الموقع لايك فور لاكي. إذا كان لديك حساب يجب عليك الضغط على لوج، إن لم يكن لديك حساب اضغط لوينج. لإنشاء حساب جديد. إذا كان لديك حساب ادخل اليوزر نيم، اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر. وإن لم يكن لديك حساب يجب عليك أن تقوم بإنشاء حساب جديد، فما عليك هو فقط إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر تتكون من 6 أرقام والباسورد، وتضغط حفظ. وعلى ذلك تظهر لك بهذا الشكل. لو حسابك جديد سوف تظهر لك رابط الألف نقطة، وهذه النقاط تستخدمها لزيادة عدد المتابعين وتحصيل القيمة. شوف أنا هنا عدد لايك، عدد القيم حقاتي أو الجواهر 2، فهنا يجي شوف هنا لتحصيل القيمة. فمثلا إذا كنت تريد تحصيل القيمة عن طريق تطبيق فيسبوك أو يوتيوب أو تويتر أو انستغرام أو فأنا أفضل طريقة لي هي اليوتيوب، فأنا أفضل اليوتيوب لأن اليوتيوب لا يتم فيه عرض الإعلانات ولا أي شيء آخر. فمجرد الضغط على اليوتيوب تظهر لك قائمة بهذا الشكل. يجب عليك أن تنتظر هذه كلها نقاط. إذا كنت تريد استخدام هذه النقاط كلها يجب عليك أن تنتظر واحدة. فأولا تضغط، عندما أضغط على الأولى على هذه، وبعدها ترجع تقرأ الشروط، تبدأ موافقة. بعد ما تقرأ الشروط تيجي تضغط على الأولى مباشرة. بعد ما تضغط عليها سوف تفتح عليك، سوف تفتح تلقائيا. اضغط على الأولى وسوف تفتح معك تلقائيا، سوف تظهر لك قائمة بهذا الشكل. انتظر التطبيق يحمل وسوف يفتح يوتيوب، انتظر ثانية وسوف تظهر لك قناة يجب عليك أن تشترك بها. يجب عليك أن تشترك بهذه القناة وتفعل الجرس. هذه القناة الروسية اسمها الروسية 24، إنها قناة جيدة. ثم أرجع ثاني تحصل القيمة رقم 2، هنا سوف تظهر، اضغط عليها وسوف تفتح معك تلقائيا. سوف يدخل اليوتيوب، اشترك بهذه القناة وفعل الجرس واعمل لايك. بعد ما تفعل الجرس وتعمل لايك اعمل الكل، ارجع تلقائيا ارجع. فإذا كنت تريد أن تنتظر هذه القيم لتحسن نقاطك فانتظرها، أما إذا كنت لا تريد الانتظار فارجع. انتظر ثانية بس الشبكة بس محملة، ارجع. ده لو أنت، أما إذا كنت تريد فانتظرها يعني في كل نقطة تفتحها سوف يدوك 10 نقاط. يعني هم كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، هم زي 10. تضرب 10 في 10 تمرق معك بمية نقطة. المية نقطة دي لو تي هي تخش هنا، تخش اد اند مينك تاكس اضافة حساب، يعني الحساب الذي ده تريد هنا في حساب في زيادة عدد متابعين فيسبوك تويتر انستغرام يوتيوب لايكي تويتر. هنا انا في ضغطة زيادة عدد متابعين فيسبوك، هنا تيجي تدخل رابط الفيسبوك الخاص بك، تدخل رابط الفيسبوك الخاص بك، يعني رابط الملف الشخصي الخاص بك. بعد ما تدخل رابط الملف الشخصي تيجي تدخل كلمة السر. بعد ما تدخل كلمة السر حقة الفيسبوك نفس الحساب،
بعد ما تدخله تدخل كلمة السر صح، سوف تظهر لك قائمة هنا تختار هنا على حسب القيمة التي تريدها. إذا كان عندك نقاطك 3 اضغط 3 يعني لأرقم، فأنا أفضل 3 لأني لا أريد استهلاك نقاط أكثر. هنا تيجي تخش هنا طوالي، شوف أول كان عدد النقاط 7 هسه بقوا 3، هنا بخش رقم 3 فأنا بختار الرقم 3 في الرقم الذي اخترته قبل من قبل. وتاني هنا يجي بختار الدول، نخش الثانية كوينتوس ات ايت ايت إضافة دول، إذا تختار الدول التي تريد منها أن تتابعك. مثلا في جميع دول العالم، إذا كنت تريد جميع دول العالم فاختار يوان كول أول الثانية وتعمل حفظ. وتاني هي تخش رقم 2 البيه بالجبهة دي، فمثلا أدخل الرقم الذي تريده، فأنا أحب أن أدخل 100 وتاني تعمل لها حفظ، حفظ بعد ما تحفظها بدك تيجي تدوس هنا رقم 1. شفت هنا تيجي تدوس هنا اد يور ال، انتظر انتظر ثانية. سوف تظهر لك قائمة بهذا الشكل، يعني تم الحفظ بنجاح. فتلا غائيا انتظر 10 دقائق وارجع للفيسبوك وشوف عدد متابعينك. انا اول كان عدد متابعيني 250، هسه شوف بيقوا 257. هذا الحساب انا انشأته قبل فترة، اذا كنت تريد ان تراسلنا على الحساب فانا اضع لك الرابط الملف الشخصي في الوصف. اعزائي المشاهدين، هذا فانا اضمن الله هذا المغرد السيسو انه مفضل لدي ويستخدمه الجميع في زيادة عدد متابعين فيسبوك انستغرام اي شيء. إذا كنت تريد من المواقع نصر لك بالعربي فادخل الترجمة وضغط الترجمة للعربي. أعزائي المشتركين لا تنسوا، أعزائي المشاهدين لا تنسوا الاشتراك بالقناة.